النادي الأهلي بيقدم أفضل مستوى له في الدوري الموسم ده في الفترة الأخيرة. النادي الأهلي قابل مجموعة من الأندية القوية، لكن بيثبت في كل مباراة أن البطل بيظل بطلا بأدائه وشخصيته في الملعب بعيدا عن النتائج التي لا يختلف عليها أي اثنين. النادي الأهلي ماشي بخطة ثابتة نحو النجمة الرابعة وحصد البطولة الأربعين من مسابقة الدوري الممتاز في تاريخه. ده طبعا بيرجع لعوامل كثيرة، منها الاستقرار المالي والاستقرار الإداري، مجموعة جيدة جدا من اللاعبين على رأسهم جهاز فني قوي هو الأفضل في أفريقيا من وجهة نظري والوطن العربي بقيادة الكابتن حسام البدري، اللي مع عودته للنادي الأهلي عاد الانضباط والالتزام والنتائج والبطولات قادمة للنادي الأهلي مع الكابتن حسام البدري. طبعا ما شاء الله النتائج اللي عملها النادي الأهلي الفترة الأخرانية كلها نتائج هائلة، أداء على أعلى مستوى، شايف إن اللعيبة بتقدم أعلى مستوى، عندها انسجام كبير جدا واضح بين كل العناصر. كابتن حسام البدري ما شاء الله الموسم ده عامل فعلا مستوى عالي جدا، بنلاقي أي لعيب حتى بيخش في الفرقة بيخش على طول في الفريق، ما بياخدش وقت، اللعيبة ممكن تغيب فترة طويلة وترجع وبتأدي في مراكزها بشكل كويس جدا. عندنا بقى عندنا أكتر من لعيب جوكر في الفريق بيأدي في أكتر من مركز، زي مثلا ايمن اشرف، احمد فتحي، هشام محمد، اكتر من لعيب بيلعب في اكتر من مركز، ده بيدي حلول طبعا لكابتن حسام، وشايف طبعا حاجه مشرفه جدا، اتمنى ان شاء الله انها تكمل على كده في بطوله افريقيا باذن الله. كمان النادي الاهلي بيلعب في حته لوحده، كاتيجوري لوحده، وبقيه الانديه في كاتيجوري تاني خالص. النادي الاهلي مقدم مستوى ولا اروع الموسم ده، توفير كل حاجة، إمكانيات ولعيبة وإدارة مساندة، الجهاز الفني، الإعلام مساند النادي الأهلي، مش عشان النادي الأهلي، الإعلام مساند النادي الأهلي عشان النادي الأهلي مأدي بشكل كويس جدا. كابتن حسام البدري الكاريزما، يعني هو الناس دايما بتتهم كابتن حسام البدري انه على طول قافل وشه على طول مكشر، انا اظن ان ده اللي ينفع مع اللعيب المصري. اللعيب المصري دايما محتاج انه يتحط تحت ضغط، يتحط تحت ضغوطات كبيره جدا عشان يطلع كل ما عنده، وده واضح، والنتائج اظن ان هي بتتكلم من اداء كابتن حسام البدري مع الفرقه. كابتن حسام البدري اعتقد انه عمل موسم ولا اروع، موسم استثنائي بالنسبه لي، واظن ان كابتن حسام البدري ما فيش اختبار دخله ما نجحش فيه. فيعني تحيه كبيره جدا لكابتن حسام البدري والجهاز الفني كله ومجلس اداره طبعا مساند بقوه كابتن حسام البدري، فاظن ان هم يستحقوا التحيه الفتره دي.